حلم إنقاذ البشرية. معركة تم كتابها منذ 2000 سنة، معركة راجناروك، منافسة 10 أبطال من أقوى البشر ضد 10 أشخاص من أقوى آلهة العالم، وهذا فقط لكي ينجو البشرية من هلاك الآلهة، ويجب على البشرية أن يحققوا النصر في هذه المعارك. وحتى الآن تم حسم معركتين لانتصار الآلهة على البشر، ومعركة واحدة تم كسبها في انتصار البشرية، وها حانت لحظة المعركة الرابعة، ولكن من منهم سوف يسحق الآخر؟ معركة إله الحرب هرقل ممثل الآلهة ضد جاك السفاح ممثل البشرية، ولكن هل حقا هناك أمل لانتصار البشرية أم عليها الفناء؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احب اقول لكم احنا داخلين على انمي من احلى الانميات على الاطلاق، انمي كده فيه كل اللي انت عاوزه، حماس، اكشن، بصوا خراب يا معلم. احب اقول لكم ده الجزء الثاني من الانمي، اما الجزء الاولاني انا لسه ما عملتوش، وان شاء الله لو الفيديو ده جاب 20000 لايك اكيد هعمله على طول الجزء الاولاني، بس بصراحه انا حاطط رقم كبير جدا في اللايكات، فمش عارف اصلا انتوا هتقدروا تجيبوهم ولا لا. وفي حاجه كمان، الاسامي اليابانيه دي متعبه جدا، فمش هتفرق معاكم لو عدلناها وخليناها اسهل علينا، وده اكيد طبعا مش هيفرق معاكم في حاجه. ويلا بينا بقى عشان انا طولت عليكم. دي هي برون، واحدة من الفلاكري واللي معاها المساعدة بتاعتها كده واللي اسمها جول، واللي بالمناسبة برون دي معترضة على فناء البشرية، وهي اللي جمعت الفريق المنافس من جميع أنحاء العالم لكي يتصدوا للآلهة دي، أو ممكن نغيرها ونخليها الملوك، وكمان بتساعد البشر عن طريق تعزيز السلاح اللي ممكن يقتل به الملوك، وده عن طريق دمج واحدة من أختها من الفلاكري مع البشر اللي هينافسوا الملوك، وزي ما عرفتوا من أول الفيديو إن ده النزال الرابع، وهي ماشية برون بتقول يا ترى مين الملك اللي هيقاتل في النزال التالي، واللي فجأة بتلاقي واحد بينادى عليها واللي بيكون صاحب النزال التالي. وبيكون هذا الملك هو بطل الحرب هرقل، بيسلموا على بعض والدنيا بتكون جميلة معاهم، وبنكتشف ان شخصية هرقل دي كويسة ومش مغرورة زي بقية الملوك، وسبب دخوله الى هذه المنافسة هو ان عاوز يفوز في النزال ده، وده عشان يتضرع للملك الاكبر زيوس انه يعفي عن هلاك البشرية. بيتم الاستعداد للنزال وكله بيشاهد عبر التلفاز، وبنشوف ان خصم هرقل كل البشرية ما بتحبوش، يعني يتوق العمى ولا يتوقهوش، واللي بالمناسبة اسمه السفاح جاك. حتى هرقل غاضب جدا من الشخص ده وبيقول انا هرقل ازاي يجيبوا لي شخص زي ده. نعرف ان الراجل ده السفاح من الدرجه الاولى وقتل عدد كتير لا يحصى من البشر، وكان دايما بيقتل ضحاياه بطريقه بشعه جدا واخصهم الاطفال. حاولت الحكومه كتير انها تمسكه ولكن عمرها ما مسكوه. بيبدا جاك انه يرحب بهرقل وبيعرفه انه مش فارقه معاه يقاتل ملك او غيره، المهم ان هو هيستمتع بيه وهيعذبه، وبيعرفه ان ده السلاح اللي حصل عليه من اخوات الفلاكري، يعني بص انا هروق عليك من الاخر. هرقل بيقول له انا موافق، بص انا عاوزك تقطعني حتت حتت، المهم نبدا القتال دلوقتي. بيقول له طيب، وفجاه جاك يا جماعه رجع سيوفه جوه جنبه تاني وطلع يجري. هرقل بيقول في ايه والجمهور نفسهم مش فاهمين حاجه، منين عمال يهدد فيه وفجاه بيطلع يجري من قدامه. هرقل بيغضب جامد وبيطير وراه، واللي بيلاقيه قاعد كده وبيصب الشاي ومروق على نفسه، ما نجيب لك شيشه يا عم بالمره. هرقل بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له زي ما انت شايف قاعد بشرب شاي، ما تيجي يا عم تاخد لك معايا فنجان بالمره. هرقل بيغضب جامد وبيتجه ناحيته، وفجاه بيلاقي ان في اسلاك في المكان هو عاملها، قال يعني هي دي اللي هتحميه. بيتعصب وبيشدها وبيلاقي ان في سكاكين نازله عليه، لكن ده هرقل يابا بيصدها كلها جسمه ولا بيحصل له حاجه. انا عايز جسم زي ده يا جماعه والله. بيقول له هرقل هو انت عبيط ياد ولا ايه؟ هو انت مش عارف ان الاسلحه دي ما بتاثرش على الملوك ولا ايه؟ بيقول له لا معلش انا بحب اجرب كل حاجه بنفسي. هرقل بيقرب منه وعاوز يضربه، لكن جاك بيطلع سلاح بخطاف من جيبه وبيطير بيها على احد المباني. هرقل بيطير وراه وبيديله بالمطرقه بتاعته وعاوز يوقعه، لكن جاك بيصد ضربته بالسلاح اللي كان معاه، لكن من شده الضربه السلاح بيتكسر. ايه ده بقى، هو مش المفروض السلاح ده بيكون اقوى حاجه؟ بيقع على الارض وبيقوم بسرعه وبيطلع سكاكين من الشنطه اللي معاه وبسرعه ده منه بيحدف على هرقل، لكن هذه المره انصال هذه السكاكين بتخترق جسده. هو ايه الموضوع بالظبط؟ هو مش من شويه كان بيقول ان مفيش حاجه بتاثر فيه ولا ايه؟ بنعرف بقى ان الشنطه اللي معاه دي هي قوه تعزيز السلاح بتاعه الفلاكري، يعني السلاح الاولاني ده كان تخفيله مش اكتر، بس المشكله ان الشنطه دي بتطلع بس انصال صغيره وهي دي الحاجه الوحيده بس اللي هتقدر تاثر فيه. البشر في المدرجات تغمرهم السعاده، كلهم مبسوطين وفرحانين ان دلوقتي عندهم نقطه امل واحد لكي يحققوا الانتصار التالي. لكن انتوا بتحكوا على مين؟ ده هرقل يا عم الحاج، بيطلع كل السكاكين من جسمه وبيكسرها كمان. جاك بيستغل نقطة الضعف دي وبيفضل يرمي عليه وابل من الانصال. هرقل عمال يصد كل الانصال دي بالسلاح اللي معاه، لكن برضه في منها اللي بتيجي فيه وبتخليه ينزف دم. بيقرب عليه جاك بسرعة جامدة وبيديله فوق دماغه، لكن جاك بسرعة جامدة منه بيقدر يطلع مظلة من ايده وبيصد ضربته وبترجعه كام خطوة ورا كمان. هرقل بيغضب جامد وفجأة بيظهر وشم على جسمه وبيدخل جوه السلاح ده واللي بيتحول لشكل الاسد كده، وفجأة بيخرج منه هالة كبيرة جدا وبيهاجم على جاك، بيحاول يصدها لكن ما بيعرفش وبيطير وبعيد. بيلزق في الحيط وشكله دي هتكون نهايته اخيرا. جمهور المماليك مولعه من الفرح، برون هي كمان واقفه وبتشاهد بصمت. نرجع بقى لجاك
واللي بنشوفه انه مبسوط ومش متاثر باللي حصل ده خالص. ده كمان بيقوم يرجع كتفه اللي اتخلع مكانه ولا اجدع سمكري، بيطلع سلاح في ايده لكن المره دي بيكون سلاح كبير شويه. بعدها بنشوف ان الوشم ده بدا ينتشر على انحاء جسمه، والوشم ده زي ما ليه فايدته ليه برضه اضراره، يعني لو فضل يستعمله كتير الوشم ده بيستنزفه وبيقتله، فلازم بسرعه يخلص على خصمه وينهي المعركه. لكن ده بيودينا لذكريات هيراقل. هيراقل كان بشري زيه زي اي حد عادي، عيل ضعيف كده وبيتدرب من اي حد، لكن الحاجه الكويسه فيه انه كان بيحب الخير. وفي يوم من الايام بيقرر هيراقل انه يكون قوي جدا ويساعد الضعفاء. الواد بيتدرب كل يوم ومش راحم نفسه خالص. وكمان كان في معبد جنبهم للملك زيوس، واكيد عارفين كلمه معبد يعني بيعملوا فيها ايه. المهم زيوس بينزل على التمثال بتاعه برطمان كده فيه شويه دم من دمه، ولازم الشخص اللي هيشربه يكون بطل، وفي الوقت ده هيحصل على قوه خطيره جدا. اما بقى لو طلع عيل شمال فده هيقطعه الاشلاء اشلاء. المهم الملوك دول كانوا قاعدين مع بعض وشافوا ان البشر دول عمالين يقتلوا الحيوانات ويدخلوا في صراعات مع بعض وكل شويه يقتلوا بعض. بيطلب واحد منهم اللي اسمه اريز هو اللي هينزل يبيد الناس دي ويرجع تاني. الكل بيوافق على كلامه. وبعدها بنسمع صوت اجراس الحرب، بينزل الملك ومعاه جنوده وعاوز يقتل الناس دي، لكن وفجاه بيخرج له شخص من هناك واللي هو هيراقل، بيحاول يدافع عنهم لكن اريز بيديله بالرجل وبيطيره بعيد. لكن بتشوف ان الواد ده عزمته بقت جامده جدا يا جماعه، بيقف من جديد وبيحاول يتكلم معاه انه يرجع عن المذبحه اللي عاوز يعملها دي، لكن اريز ما بيرضاش لحد ما فجاه بيطلع دم زيوس من جيبه. بيحاول اصحابه ينادوا عليه وما يخلوش يعمل كده، لكن لا حياه لمن تنادي. بيفتح الزجاجه دي وبيبدا يشرب منها وبتبدا صرخات الالم وهو بيسقط على الارض. اريز بيقول له بما انك مت بقى فيلا رجاله نقتل الناس دي، لكن بيلاقي اللي بيوقفه بيقول له انا مش قلت لك وقف عندك. بيبداوا يتقاتلوا معاه وبيقدر يهزم كل اتباع اريز. بيتدخل اريز وبيتقاتلوا هما الاثنين، بيدوا لبعض وبيكسروا بعض هما الاثنين، وبنشوف ان قوتهم بقت متكافئه بينهم هما الاثنين. ومع اخر ضربه من كل منهم بيظهر زيوس فجاه وبيوقف القتال ده. وبما ان هيراقل شرب من دم زيوس فده يعني انه بطل حقيقي. بيعرض عليه زيوس ان يكون واحد من الملوك معاهم، بيوافق لكن بشرط واحد انهم يسيبوا البشر دول وما يقتلهمش. بيوافق زيوس على شرطه، بياخدوه معاهم وبيديله كده تاج كده وبيغير شكله وبيكون واحد من الملوك دلوقتي. وهكذا بدات رحله هيراقل في انه يكون ملك. نرجع بقى للمعركه اللي كلها دم دي. بيهاجم جاك بالسلاح بتاعه لكن هيراقل بيتصدى ليه بكل سهوله، بيحاول يرمي عليه سكاكين من كل الجوانب لكن برضه هيراقل بيتصدى ليها كلها. بيجري هيراقل عليه عشان يقصر المسافه اللي ما بينهم وبيهاجم عليه، لكن بيطلع ان جاك كان عامل حسابه في حاجه زي دي وعامل حبال بين الحيطان عشان يهرب منه. بيطير في الجو وبيقف على الحبال وبيبدا يهاجم عليه مره ثانيه، لكن هيراقل بيستخدم العصايه اللي معاه وبيرجعها له عليه. بيحاول يصدها لكن السكاكين دي بتكون كتير وبيتصاب منها. وفجاه بنشوف ان عنده عين غريبه كده، والعين دي بتقدر تشوف جوهر الشخص من الداخل اذا كان بيخدعه يعني ولا لا، والعين دي بتتغير لألوان مختلفة. بعدها بيبدا يفتكر ذكرياته وهو صغير. جاك كان طفل متشرد جدا وطفولته كانت بائسه جدا، يعني كان بياكل من الزباله، امه شغاله في الدعاره والدنيا جايه عليه، لكن كان بيحب امه جامد. وفي يوم من الايام امه بتشوف ان في زبون كان وعدها بالجواز لما يكون كاتب مشهور، لكن خلع منها وشاف واحده غيرها. طب ما هو اكيد يا بنت اشوف واحده غيرك يعني. واللي بالمناسبه الشخص ده بيكون ابو جاك، وانتم اكيد فهمتوا كده جاك جاهز ازاي للدنيا. المهم جاك بيدخل على امه عشان يهديها، لكن بتكون مولعه من الغضب وعماله تعيط. بيحاول يكلمها لكن بتقول له غور من وشي، انت اصلا المفروض ما كنتش تيجي للدنيا ديت، كان المفروض بعد ما ولدتك اقتلك على طول. الواد الكلام بيرشق جوه قلبه زي السكاكين، وعينيه التانيه بتعرف ان الحب اللي كانت بتحبه له ده كله ما كانش ليها اصلا. بيبص لها تاني كده وبيلاقي ان لونها بقى احمر، وده بيدل على الكره اتجاهه. بيقرر في الوقت ده انه يتخلص من اي شخص بيملك اللون ده، وبيمسك سكينه وبيقتل امه، وبيكون سعيد من اللي حصل ده. وبعدها بيتجه على بيت ابوه وبيقتله هو كمان. نرجع بقى لجاك وهيراقل من تاني، والاتنين دول بيكونوا مستمتعين بالنزال مع بعض. بيهاجم هيراقل بسرعه جامده عليه، لكن جاك بيتفاداها بسرعه وبيحدفه بسكاكين. بيقدر هيراقل انه يصدها كلها، وكمان بيزنق في الجدار عشان ما يعرفش يهاجم عليه مره ثانيه. بيتصرف جاك وبيطير بالخطاف اللي معاه فوق البرج ده، وبيمسك في الساعه اللي هناك عشان يهرب منه. لكن تهرب من مين يا عم الحاج؟ هيراقل بيجمع كل قوته وبيكسر عليه البرج كله. البرج بيقع لكن جاك لسه ماسك في الساعه برضه. هيراقل بيقول له انت هتفضل فوق كده ولا ايه؟ ولا اقول لك خليك عندك انا هجيلك. بيستخدم الوشم بتاعه ثاني وبيدخله في العصايه اللي معاه، وفجاه بتتحول من شكل الاسد لشكل الثور، وبيتم الاستعداد لمهاجمه جاك. جاك بيشوف المنظر كده وبيقرر انه يتصرف اخيرا. بيخلع الساعه اللي هو متمسك فيها وبيحدف على هيراقل. هيراقل بيقول له انت لسه مش مقتنع ان الاسلحه دي كلها ملهاش لازمه ولا ايه؟ هو سلاح واحد بس اللي بيقدر يقتل الملوك وهو السلاح المقدس. بيرفع ايديه وبيحاول يصد الساعه بايديه، لكن وفجاه يا نهار ابيض يا جماعه، كيف هذا؟ جميعهم في حيره من امرهم، البشر والملوك كلهم مش مصدقين اللي حصل، ازاي شخص بالقوه دي ايديه تنقطع بالسهوله دي؟ وده كمان مش سلاح مقدس، هو ايه الموضوع؟ انا ما بقتش فاهم حاجه الصراحه، لكن بنكتشف بقى ان موضوع السلاح ده كله كان خدعه من الاول، وان مفيش سلاح مقدس معين بيستخدمه جاك في المعركه، لكن الحقيقه ان الاسلحه اللي استخدمها جاك دي كلها كانت متحوله لاسلحه مقدسه بسبب القفاز الرئيسي اللي في ايديه، وده هو السلاح الحقيقي لاخوات الفالاكري، وده بيديله انه يحول اي حاجه جاك يلمسها او يستخدمها
يستخدمها كسلاح مقدس. يعني من الاخر كده جاك بذكائه خدع كل الموجودين اللي في المكان، ودلوقتي بقت المدينه كلها اللي بيقاتل فيها هي عباره عن اسلحه مقدسه يقدر بيها انه يقتل الملك. لكن تفتكر ده يا صديقي هيخوف هرقل واحد من اقوى الملوك؟ لا والله، الواد بيخلع الحزام اللي هو لابسه وبيربط بيه ايده وبيقول له يلا نبدا من جديد. بيرمي هرقل سلاحه في السماء وفجاه بيحصل اعصار وفي فتحه بتتفتح في السماء وبينزل منهم ثلاث كلاب كده وبيندمجوا مع هرقل وبيشكلوا وشم على جسمه. ونفس الامر مع الوشم ده لو فضل كتير على جسمه هيقتله، لكن ده بيديله قوه جامده جدا بيقدر يدمر بيها اي حاجه يلمسها. جاك بيحاول يتفادى ضرباته لكن بيكون صعب عليه جدا لحد ما برضه في الاخر بيتصاب منها. بيقب بسرعه وبيحاول يطير على احدى المباني لكن بيلاقي هرقل طاير وراه واداله حته بوكس رشقته في سيخ حديد محطوط في الارض. بيصرخ جاك وبيعافر لحد ما بيطلع السيخ من بطنه تاني، لكن وفجاه بيطلع ان ده كله كان مخطط ليه وهو اتعمد انه يقع على الحته دي عشان يستعمل الرداء بتاعه ويهدم المبنى عليه كله. المبنى بيبدا في السكوت عليهم هما الاثنين، لكن جاك بيجري عليه وبيهاجم على هرقل. هرقل بيحاول يتصدى لهجوم وبيدفعه بايده، بيستغل جاك هذه الدفعه وبيخرج من احدى النوافذ اللي في المبنى اللي بطاقه عليهم. عاش يا ابني والله، بحيك على ذكائك العالي ده. المبنى بيسكت على هرقل وبيدفنه تحتيه، لكن ده برضه ما بيكونش كفايه انه يهزم هرقل وبيخرج من تحت الحطام. بيبدا هما الاثنين يتقاتلوا من جديد. بصراحه الاثنين بيكونوا عظمه على عظمه والله، قتال بصراحه فوق الوصف، لحد ما جاك خلاص جاب اخره وبيكون على وشك الهزيمه. بيهاجم على جاك وبيقدر يسدد له لكمه قويه جدا، لكن جاك برضه كان مخطط لده برضه. هو ايه يا ابني، يا كل حياتك خطط ولا ايه؟ وفجاه بيتم اختراق جسد هرقل على يد السفاح جاك. انها الهزيمه يا صديقي. جاك استخدم دمه في القفازات وحولها لسلاح مقدس، وهكذا تم اختراق جسد هرقل. وفي مشهد من الوداع الاخير لهرقل بيحضن جاك وبيعرفه ان اكيد اللي حوله لسفاح هو العيشه المهينه اللي كان عايشها، وبيتم اختفاء هرقل من الحياه الى نيفلهايم. وبعدها بنشوف فصل اخوات الفلاكري عن السفاح جاك، وبكده بيكون الانتصار الثاني للبشريه على الملوك. جاك مصاب ولسه هيمشي وفجاه بيلاقي اللي بيحدفه بالطوب. ده ايه ده؟ ايه البشر مش عاجبهم ان جاك انتصر على هرقل؟ بيبص لهم كده وبيقول لهم انا اتعب، ويطلع عيني عشان انقذ البشريه وانتوا تحدفوني بالطوب؟ ده انتوا طلعتوا شويه بشر ولا الكلب صحيح؟ انتوا كنت المفروض تشكروني مش تحدفوني بالطوب. وبعدها بيتم تحديد المباراه التاليه، والذي تعد واحده من اقوى المعارك الذي ستخوض في النهايه. معركه شخص عنده اقوى عضلات بشريه على وجه الارض ضد ملك من الملوك الذي هزم 1100 ملك قبله ولم يهزم من قبل في حياته كلها. انها معركه ريدن بطل السمو واقوى عضلات على وجه الارض ضد شيفا ملك الهند، لكن هنعرف مين هيتغلب على مين في الحلقه الجايه. استنونا في الجزء الثاني من الموسم الثاني من معركه راجناروك. ما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.